شخص بسيط مثله. على كل أنا مو فارق معي شي، فيني أعمل كل شي بهالدنيا كرمال المصاري. صباح الخير. مرحبا. أهلين. مرحبا. أهلين. صباح الخير. وينك مهيت؟ سباق الموت بكامبور رح يبلش، في بث مباشر على التلفزيون، رح نحضره. يلا قوم. يلا شباب. آريا، هاد مو سهيل؟ ايه؟ معقول امي بتعرف بهالشي؟ واحد، اثنين، ثلاثة. الرياضة. مو شايف انه في حدا منهم رح يموت؟ يلا وقف السباق. انت فيكي شي؟ طلعي فيهم، ما حدا رح يقدر يوقفهم. بس المسابقة كتير مهمة للشباب، هالسباق ما بيوقف لحتى يخلص على الآخر. لك عن جد انت ذكية كتير، لا تحمي حالك وما تفوتي على السجن، عم تعرضي حياة سهيل للخطر وانت واقفة عم تتفرجي. ما طلبت منه يعمل هيك، حتى اني ما كنت بعرف انه سهيل اجى يشارك. ركز كتير. معيني هلا مو وقت نتجادل، لو سمحتي طلبي منهم يوقفوا السباق فورا قبل ما يتأذى. بترجاكي. هي كانت خطوة بارعة من قبل أكاش، ضرب موتوره بموتور روهيت ملك حتى بدون ما يتأثر هو. للأسف وقع روهيت ووصل للجهة الثانية من المسار وانضرب رأسه. يلا يا بطل، يلا يا بطل، يلا.
كسر كل الأرقام القياسية اليوم، كان عم يسوق بتهور وما فكر بأي شيء غير أنه لازم يفوز بهذا السباق، وإرادته القوية اللي ساعدته على هزيمة منافسه أكاش. أنا فزت، أنا فزت. سهيل أكيد أنت مو طبيعي، شو اللي سويته؟ أنت كتير تأذيت. مو مشكلة. هاد إنجاز حلو. وبالإضافة لكأس السباق، البطل روهيت ملك ربح كمان نص مليون روبية. شكراً. سيد روهيت، تفضل هذا مفتاح موتورك الجديد، هي هديتنا لك. شكراً كثير. بالتوفيق. عرفنا إنه هي مشاركتك الأولى بهذا السباق، فيك تقلنا شو سر نجاحها؟ الحب. بدك تعرفي السبب؟ بس لحظة، أنا شو قلت لك يا حبيبتي؟ لو شو ما صار ما رح خليك تفوتي على السجن. إيه، وعلى كل حال أنت متهمة ظلم، بس شوي. أستاذ ممكن ترجع لورا؟ شكراً إلك عمتي، انت اللي اتهمتي مرتي بالتشهير بس مشان تعاقبيها. هدول بيطلعوا نص مليون روبية، وهلا لو سمحتي اسحبي هي الدعوة الكاذبة. اسمعيني، هي أول مرة بتعملي فيها شغلة منيحة مع الناس، معناها رح يصيروا يحكوا عنك بالمنيح يا عمتي. عن جد أنت بحاجة كلامهم عنك بالمنيح. يلا يا حبيبتي. خليني سارة. امشي حبيبتي، امشي. كل شي عم بيصير هو بسبب وجود هديك المرأة.